اهلا بحضراتكم، يسعدني ويشرفني ان اكون في ضيافه حضراتكم وفي ضيافه مولانا الامام العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه في هذا الموعد ان شاء الله دائما في برنامج والله اعلم على شاشه سي بي سي الخامسه من مساء كل يوم من السبت الى الثلاثاء. ان شاء الله مولانا العالم الجليل هيناقش ان شاء الله عدد من الموضوعات اللي دايما بتهم حضراتنا وحضراتكم وبتشغل دايما بال الجميع، سواء الامور ما يتعلق بامور الدين او امور الدين حتى المتصله بشؤون الحياه. اسمحوا لي بادئ بدء ان ارحب بمولانا العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه. اهلا بفضلتك يا مولانا. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا وشكرا لك. انا اشكر فضيلتك كل الشكر، والحقيقه موضوع حلقه النهارده هو موضوع غايه في الاهميه، لان لو عرفتوا حضراتكم ان في 10 مليار جنيه بيتصرفوا من المصريين على الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه، وفي 300 ألف مصري للأسف بيشتغلوا في أمور الدجل والشعوذة وفك الأعمال وقراءة الطالع. دي أمور الحياة لازم نقف عليها. موضوع حلقتنا النهاردة وسؤالنا الرئيسي هو: هل تؤمن بمس الجن للإنسان للبشر؟ هل ممكن يأذيه؟ طيب لا قدر الله لو شعرت أو شعرت بده، هتروح لمين أو هتعملوا إيه؟ ده الحقيقة محور سؤالنا المنتظرين إجابات حضراتكم عليه على صفحتنا على الفيسبوك، وهطرح هذا النقاش إن شاء الله على فضيلات العالم الجليل مولانا الأستاذ الدكتور علي جمعة. مولانا، أولا ما هي حدود العلاقة ما بين الإنس والجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا. أولا وبادئ ذي بدء، كل الأديان أثبتت وجود هذا المخلوق الذي لا نراه بأعيننا، والذي قد يشعر بعضنا بأثار وجوده، وهو الجن. وكلمة الجن في اللغة العربية هي تفيد الستر وعدم الرؤية، ولذلك سمي هذا المخلوق الخفي بالجن. ومنها الجنة لأنها من شدة كثافة شجرها لا ترى ما خلف هذا الشجر، وتصغيرها جنينة، الجنينة. الجنينة بسميناها جنينة ليه؟ علشان كثافة الأشجار اللي ما تخليكش كده. والجنين، الجنين ليه صحيح. جنين لأنه ستر في بطن أمه. والمجنون، المجنون سمي مجنونا لأنه قد ستر عقله. فهذه المادة جانانا يعني تفيد الستر، سواء كان في الجن أو في الجنينة أو في الجنة أو في الجنة أو في المجنون إلى آخره. فهو مخلوق موجود، ذكره القرآن الكريم وأكد على وجوده، وأكد أن هذا المخلوق مكلف، يسمع ما أنزل على موسى، يسمع ما أنزل على محمد، يسمع ما أنزل على عيسى، وأن هذا المخلوق المكلف منه الصالح ومنه الطالح، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددة. إذن فهو زي بني آدم. وبعدين لما جه يكلمنا عن الشيطان الرجيم الذي هو ممثل للشر، الذي هو رجيم. رجيم يعني يعني مرجوم، يعني الله سبحانه وتعالى أبعده وطرده ولعنه من حضرته القدسية. إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طب وإبليس إيه اللي حضره هناك في الملائكة؟ فقال: إلا إبليس كان من الجن. نعم. ففسق عن أمر ربه. وحذرنا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى هو أمرنا أن ممثل الشر هذا الذي أطلقنا عليه إبليس هو له ذرية، وأنه هو وذريته يضلون العباد، وذلك بالوسواس. ولذلك رأينا صورة بحالها، وإن كانت تسمى صورة الجن، لكن رأينا أيضا صورة بحالها تستعيذ من وسواس هذا الجن صحيح. وهذا الشيطان عندما ينحرف أو ينحرف بالإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى آخر الصورة. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا هذا الكائن، فذكر لنا
أنه يعني يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، وذكر لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وده اللي أحب أبدأ به الكلام معاك. الناس هولت من الشيطان وعظمته، وده نوع من أنواع التلبيس الشيطان. من قال إن الشيطان له كل هذا الذي يذكر من أنه لبس الإنسان ومشي في الإنسان وإنه بيرغم الإنسان؟ لا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ودي اتباع في الشر واتباع في المعصية، ولا علاقة جسدية لهذا الشيطان وأبنائه على الإنسان يعني إطلاقا. يا مولانا أنا أسف المقطع، يعني هل الشيطان لا يتلبس الإنسان ولا يقوم بحضه على فعل أعمال معينة كبعض التشنجات أو الصرع أو ما إلى ذلك؟ خاصة أن هناك بعض يعني بعض الروايات تحكى أنه بالفعل من الثابت في الشرع أنه بالفعل للجن قد يكون له سلطة جسدية على الإنسان. أنا لست مع هؤلاء. نعم. الجن كما هو وارد في القرآن مخلوق لطيف لا نراه مكلف، أغلبه شياطين وعفاريت وكذا إلى آخره، عندهم قدرة لأنهم يسمعوا اللي في أمريكا دلوقتي ويسمعوا اللي في طوكيو دلوقتي. طب ما أنا عندي القدرة دي بس بواسطة الآلة، بالعين المسلحة والأذن المسلحة، عن صحيح. طريق الساتلايت وعن طريق التليفون وعن طريق كذا. لا، اللي حاصل في القرآن كله إنه كيده ضعيف، وإني من أقرب طريق أستطيع أن أسيطر عليه وأن أبعده، وهو خناس يعني وسواس خناس يعني إذا ذكر الله جري وعمل. طيب السؤال، هل هذا الشيطان يستطيع أن يؤذيني بشيء؟ نعم يستطيع أن يؤذيني بشيء، وهذا الشيء يستلزم من الساحر ومن المستعين بالشياطين إذا أراد أن يسلطه عليه. زي إيه كده؟ يخبطني زي أي مخلوق ما بيخبط، زي الطور لما يخبطني، ولا زي معزة ما تخبطني، زي أي مخلوق من الممكن أن يضر الإنسان أو يأذي الإنسان بأي شيء عارض، يعني بأي شيء عارض. هكذا هو الجن، ولا أكثر من هذا ولا أقبل. نعم نعم. طيب هذا الغير المرئي ده خبطني، حصل إيه لما يحصل لي كدمة أو يحصل لي كذا؟ نعم. حرارتي ترتفع. نعم. يحصل لي دوار، يعني أحس كده بإن مخي بيلف. نعم. أو إن أنا دايخ. طيب اتفضل حضرتك، هو ده بس؟ طيب لقد إيه؟ ولا حاجة، يومين ثلاثة أربعة بكتير. نعم. وبعدين طب وقومه ازاي؟ اقوم ان انا قرأت الكرسي، اقومه بان انا اقرأ سورة الفاتحة، اقومه بان انا اقرأ يعني المعوذتين. نعم نعم. طيب مولانا انا اتوقف مع حضرتك عند ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ إلى آخر الحديث. هذه المرأة السوداء التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تشتكي من أنها قد تكشفت بسبب الجن، فرسول صلى الله عليه وسلم خيرها. لا معلش، نقرأ النص. نعم. حاضر. لأنه هذا النص في منتهى الأهمية. نعم. حاضر. بعد التمهيد: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها وصبرت، فهي. نعم. من أهل الجنة. نعم. عندنا قضيتين في الحديث واضح جدا. إنها كانت بتصرع، والصرع ده جاي من بؤرة موجودة في المخ في الدماغ، هذه البؤرة فيها خلل معين عن ما خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو مرض. والقضية الثانية إنها لما كانت بتصرع كان الشيطان يجي يعريها، فكانت تتكشف. نعم. إني أسرع وأتكشف. وأتكشف. الصرع ده مرض،
فبتقول له ادعيلي بقى الا اسرع علشان ما تكشفش. عشان ما تكشفش. قال لها ما تعرفيش تصبري على المرض وتدخلي الجنة؟ نعم. مش تصبري على الشيطان. النبي عليه السلام عمره ما كان هيدعوها الى ان تصبر على الشيطان. نعم. ده تصبر على المرض. قالت له اصبر ما دام فيها الجنة. طب وبعدين في حكاية انا عايزة بس افر من المقصرة علشان الانكشاف. صحيح. فقال لها ادعي لك انك ما تكشفيش، يعني ادعي ان يبقى حواليك حماية ما يعرفش اي جني. الجن ده عامل زي الريح، الريح ممكن يكشفها، ما يعرفش اي جني يكشفها في حالة ضعفها واغمائها وصرعها وترفيصها بايدها ورجليها. صحيح. ده قد يؤدي الى انها تكشف بعض جسمها. تتكشف. صحيح. لانه فالجن يجي علشان يضحك عليها ويخليها يعني مضحوكة بين الناس ويشلها البتاع كده. فقال لا ما خليش الجن يعمل كده، هدعيلك بحيث انك تحاطي بحفاظ حافظ، تصبري على المرض بقى. ده حديث نستدل بيه على انه الصرع ما هو السبب. مرض طبي وليس او جسماني وليس امر يتعلق بالغيبيات. والنبي عليه السلام راح قايل كده 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب الذين لا يكتوون، يعني بيصبر على المرض وما بيكتويش. من ضمن الأمور اللي بتنفر الملائكة الريحة الكريهة والدم ومش عارف الصنم المعبود، ومن ضمن الكي مما ينفر الملائكة الكرام. وعبادة بن الصامت كان لا يكتوي، فيدخل يسمع سلام الملائكة لما يدخل بيته. نعم. فاكتوى فامتنع الملائكة، فامتنع عن الكي، فرجعت الملائكة تسلم عليه. الناس دي شافت ما وراء المنظور. فالست دي ما فيش بتاع ده، هو في قضيتين، المرض والعرض. أما النبي فدعا لها على العرض، وأما المرض فتروح إذا حبت الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكل. طيب مولانا بعد الفاصل أستاذن حضرتك نعرف تفسير الدعاء الذي دعا به الله سيدنا أيوب عليه. نعم. السلام بأني مسني الضر بنصب وعذاب. نعم. أستاذن حضرتك نشوف يعني إيه المس، مس الشيطان لسيدنا أيوب بعد الفاصل. ابقوا. نعم.